خلاص بقى يا حنون، عمال اقول لك من الصبح عندي شغل وانت عماله ترغي. بقول لك ايه بقى، لازم تقفلي دلوقتي، انا عندي شغل لو ما عملتوش بيزا هتمشيني. خلاص يا حنون بقى، في ايه؟ حاضر حاضر ماشي، مش هعمل حاجه غير لما اقول لك. خلاص بقى اقفلي بقى. راجي 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 راجي، وده اللي صفرت من كتر الراجي وصوتها يقرف الكلب. ايه يا عم، ما تفرد وشك ده شويه. بقول لك يا ابو الكتاشي، عايز ايه؟ عايزك في خدمه كده يعني. اتفضل. يعني كنت عايزك تعلمني كام تمرين من تمرين اللياقه البدنيه يعني كده، عشان بس انا نسيت التمارين بتاعت الكليه. اللياقه البدنيه اسمها الايروبكس. لا يا عم، اللياقه البدنيه اللي هي بتاعت السكس باكس والترابيس وبتاع، عشان بس يعني عايزين اعلمها للعيال. هي الايروبكس. ماشي، لو هي دي اللي انا عايزها يبقى هي. بس بقول لك ايه، علمها لي بقى بالظبط، بدل ما تعلمني حاجه تانية تقوم بيسه تمشيني. بص، انت تشوف تمارين الصباح اللي بتيجي في تلفزيون الصبح وتيجي هنا تقلدها. صدق فكره، تمارين الصباح بس دي بتيجي بدري قوي، انا ايه اللي يصحيني؟ بقول لك ايه، مفيش تمارين المساء. خلاص يا عم انا عرفتها، مش دي بتاعت 1 2 3 4؟ هوب 1 2 3 4 دي خلاص عارفها انت، بس مشيني على التراك وانا بس هدوس على طول. ماشي يا سيدي، انتوا بس نمكيين قوي يعني. صوفيا مامون، سيل تو بلي ne parle pas avec moi, je suis occupée pour le moment. الحمد لله والله يا صوفيا، لسه واكل الف هنانتي. وبعدين ما ينفعش نفضل واقفين مع بعض يعني، عشان انا راجل خاطب دلوقتي. ترو بيزار. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.